با واش الدراري معكم باط رايدر على فيديو جديد. نتمنى تكونوا مزيان, نتمنى كل شيء كله لاباس. با مرحبا بكم فيديو جديد, تيست رايد جديد. شحال هذه ما درنا لي تيست رايد, فقلنا نبدلوا السيل. فا اليوم تيست رايد ديال اغلي دافيدسون 883 ايرون سبورتستر. المهم خربقت شويه السميه ولكن عرفتوني علاش كندوي. فا اليوم قلنا نبدلوا السيل, لابسين اللباس ديال داكشي راكم فهمتوني. فا الدري صاحبي انا عطيتو يصوب لي تيستي, انا اللي غادي نسوق الايرون اليوم, غادي ندير لكم تيست رايد. فنتمنى الفيديو يعجبكم. تشاو 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 تشاو. انا كنت اكيبا على قبل الفيديو بما صور لهم اللي قال كان صور هارلي دافيدسون دوريجين ديديكاس اللي شراهم. دونك الدراري راه بركه الله غادي نبداو. فاول حاجه اللي كنلاحظوها في الهارلي هو انه ما كينساروش, دونك سمارت كي. دونك كنديرو هكا مال كنديرو واه يضحك على الفوق. با غادي نبداو. ايوا ما بانش هي الان الدراري, اسمحوا لي ما بغاش يديماري. هنا المهم الدراري عدنا ترى انه واحد العطب شقني شويه. كما قلت لكم غادي نبداو بالسيلندري. فعندنا موتور ديال 883 سنتيمتر كوب, سنتيمتر كوب 183 سنتيمتر مكعب. فعندنا محرك يولد 56 عود. فبالنسبه للماكينه ماكينه كبيره ولكن ما كيوليش بزاف د العودان باسكو تجي الموطور اللي هي كما تعرفوا بي سيلندر دو سوباب ريفرواديسمون اير. دونك كاع لي هارلي ريفرواديسمون اير باغي نقول لك يخليو داك لو كوتي كلاسيك ديالهم القديم. عندنا ان بوا لي فريمون ثقيل بزاف. الموتور كيوزن 250 كيلو. فنقدر نقول لكم ان الموتور شاد في الارض, هو اصلا قصير شاد في الارض و 250 كيلو. دونك موتور فريمون ثقيل, مي سينو في الدوراج ملي كندورو سافا اما مانيابل. فيه سويت زوين, عندنا ريزيرفوار دو 12.5 لتر, ريزيرفوار اللي صغير شويه, وعندنا اون اوتومي ديال 5 لتر و 100. دونك كياكل 5 لتر كل 100 كيلومتر. دونك اوتونومي اللي هي زوينه بالنسبه للسيلندر الكبير. نبي سيلندر دونك يولد واحد في واحد الشاد ما شاء الله اللي زوين. صراحه ماشي هو السيل ديالي وبعيد على السيل ديالي, ولكن كنقول انه واحد من المرحله من الحياه غادي نوصل ونبغي ناخذ شي هارلي بحال هكا, شي سيل بحال هكا, لانه السيل بعقلو فهمتي كتمشي مرزان كتمشي كال. هادي سي اون فيرسيون ا بي اس. نيفو كوندويت صافا, ما لا علاقه مع ليكس دي ليكس تي مزوز فهمتي. سايك سوبر مود كتسلالومي فاسيل ما بين الطوموبيلات, هذا محدور شويه فهمتي كتحس براسك تقدر تقيس شي ريترو تقدر دير شي حاجه. ورغم عنده واحد البارات ما تحش باش كيقولوا لهم هما كيتزادوا اون اوبسيون باش شرط طاح الموتور ما كيطرا ليه والو, ولكن كيعنقشو شويه من كتبغي تسلالومي ما بين الطوموبيلات. عندنا كما قلت لكم سمارت كي كيديماري غير ببلوتوث بحال تي ماكس ما الى اخره داكشي الاخر. وعندنا الساروت باش كيتلوكا جنب, عندنا مرايات تحت زويونين, عندنا كلاكسون كيسمع, عندنا لي فار, عندنا لي سينيو هنا على اليسار وعلى اليمين, عندنا ستار ستوب, وعندنا كوب كورون هنايا.
السهام معلم راهي دابا بدات. الدراري ما تنساوش المسابقه ديال انستغرام مازال كاينه ديال اللي غادي يربح ولا اللي غادي تربح سيسيون اللي غتعلم فيها تصوب معايا. فا كومونتيو في اخر فيديو اللي درت فيها المسابقه باش واحد ولا وحده منكم تربح بلاصه وغادي تعلم تصوب موتور كبير ان شاء الله باذن الله. هنا ان بنو افون دو 13 بوس اي ان بنو اريير دو 19 بوس فريناج بيان سور عندنا لابيس. فانا هذا ماشي السيل ديال الماطر ديالي ولكن كنت مضطر ندير لكم تيست رايد على هاد لي كلاسيك هادو حيت درنا سبورتيف درنا الروتستر درنا السوبر مود احنا درنا الكلاسيك غيبقى لنا غير التريل بوحدو وغنكون درنا سيري وغنكون درنا كاع الماطر تقريبا. فالدراري بالنسبه للثمن هذا الموتور كيخرج تقريبا بواحد 13 مليون كيف ما سمعتوا 13 مليون موتور اللي هو غالي شويه ولكن عند العشاق ديالو كاينين الدراري. اون جينيرال موتور زوين لي بوين فور اللي فيه هو انه ما كيكونسوميش بزاف سمارت كي الجد اللي فيه لي بوان فيبل كيف ما قلت لكم موتور اللي حادر شويه وثقيل دونك سكي في مي كتبغي تدور ولا مي كتبغي شفتو ان يديك بعاد شويه على الكيدون مي سينو جينيرال راه كل شنو كتعجبو زعما لا كوندويت كل ولا كوندويت اللي كتعجبو انا ما كنكريتيكيش هذا غير الراي ديالي. فوالا هادشي اللي كاين الدراري. فكان هذا التيست رايد ديال اغلي دافيدسون ايرون 883 موديل 2015. ف الدراري وصلنا للنهايه ديال التيست رايد ديالنا. نتمنى التيست رايد يكون عجبكم يكون فادكم عطيتكم المعلومات اللي مهمه على الموتور. الى التيست رايد المقبل تشاو 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 تشاو.